سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2542 واربعين حاله قائمه جديده ليرتفع العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 18711 حاله منها 39 حاله تتلقى العلاج في المستشفى واربع حالات في وحده العنايه القصوى. هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1245 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 285305 حالات